في إنجاز جديد يضاف إلى سجل البحرين الحافل بالمنجزات العلمية، حصد الذراع البحثي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ممثلا بمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الصناعي، حصد جائزة الشرق الأوسط للتحول الرقمي للذكاء الصناعي في النسخة 42 من معرض جيتكس جلوبال 2022. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي، مستشار الذكاء الصناعي بمركز الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الصناعي. نرحب بك دكتور في نشرة الثالثة، نبارك لكم بالطبع هذا الإنجاز. بداية، ماذا تمثل لكم هذه الجائزة؟ مساء الخير. طبعا نحن دورنا نهدي الإنجاز العظيم للقيادة الرشيدة على الدعم والتوجيهات للشعب البحريني المبتكر. طبعا إنجاز كان بحد ذاته من أنجزة من بين أكثر من 150 شركة ومؤسسة تقنية في الشرق الأوسط، وإحنا اخترنا من بين الدول والشركات العظمى. طبعا يعكس ذلك على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجعل المركز مدينة ذكية وعلمية مستقبلية للكوادر والشباب البحرينيين. طبعا الإنجاز كان ثمرة جهود المهندسين والمهندسات والعلماء البحرينيين العاملين بمركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، والذين قدموا على مدار سنة أكثر من 30 تطبيق في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في القطاع العام والخاص على مستويات عالية وابتكارات عالية. طبعا الكوادر البحرينية العاملة في المركز المؤهلين اللي هم يحملون شهادات عليا من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه يعملون على مدار ساعة على تطبيقات ليخدم المجتمع البحريني ويشجع الكوادر البحرينية على مزيد من الإنجازات. نعم، بالتأكيد وتوجه ذلك يعني بحصولكم على هذه الجائزة. لو نعود بالحديث عن الجائزة، ما هي المعايير التي وضعت لنيل هذه الجائزة؟ طبعا المعايير كانت صعبة بالنسبة لكل المشاركين، حيث مثل ما قلت قبل شوي أكثر من 150 مؤسسة، وإحنا قدمنا أوراق وإثباتات من أكثر من 3000 كلمة بالمستندات بالوقائع وحتى تصوير الإنجازات اللي عملناهم والتطبيقات. ولا يذكر أن الإنجازات كانت أو التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتعلم العميق، الروبوتات الدردشة، تحليل البيانات، تنبؤات المستقبلية لإنجاز القرارات المستقبلية لدى الشركات وأصحاب القرار، وفي حد ذاته كانوا على مستوى عالي. يعني نتمنى أن في المستقبل نوصل إلى مستويات أعلى ونمثل البحرين ليكون مركز إقليمي للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي وليس على مستوى المنطقة والمستوى الشرق الأوسط. نعم، الدكتور جاسم حاجي مستشار الذكاء الصناعي بمركز الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الصناعي، شكرا جزيلا لك.